مع المسؤولين في القناة بصراحة ساعتها، فأنا أكيد من لا يشكر الناس لا يشكر الله يعني، فالواحد لازم يقول الحاجات دي. يا أستاذ إيهاب أهلا بيك في بيتك يعني، اهلا بيك نورنا كابتن امير. انا مبسوط جدا وسعيد ان انا معاك. انا اسعد وسعيد بيك بفضل ربنا الحمد لله. لما بيجي لك واحد كويس بيبقى باين، لما بتشوف لعيب في الملعب هي كورته بتبان، فانت كورتك كانت باينه ولسه عندك كتير قوي ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. بشكرك ربنا يخليك يا استاذ ايهاب. احنا عندنا ملفات كتير جدا بالمناسبه، ما تنسوش اسئلتكم على صفحات قناه الاهلي المختلفه فيسبوك تويتر وانستغرام للاستاذ ايهاب الخطيب، وهنقول كل الاسئله باكبر قدر ممكن باذن الله تعالى. النهارده كانت زياره الكابتن محمود الخطيب، نبتدي كده سخنين على طول للفريق. زياره اكيد مهمه قبل تحديات غايه في الاهميه محليا وافريقيا، بتشوف الزياره دي ازاي؟ اولا الحمد لله على سلامه على الكابتن محمود الخطيب، رجع بالسلامه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. سفريه فرنسا كانت مهمه جدا. لان اختلف فيها الحال تماما، وتم التشخيص الدقيق لحاله الكابتن محمود الخطيب اللي رجع بالسلامه، واللي كان موجود في زياره طبعا لفريق النادي الاهلي في وقت مهم جدا. خلينا اقول لك ان الكابتن محمود الخطيب على احدث جهاز بعد الكشف عليه بفضل ربنا. كابتن محمود الخطيب سواء كانت في بعض العقد في العمود الفقري او رجل اقصر من رجل بسنه بسيطه، كل ده علاجه العلاج الطبيعي فقط، لا في اجراء عمليه ولا في اي حاجه. فالحمد لله بفضل ربنا النقطه دي مهمه جدا عشان تقفل لنا باب كبير جدا. الناس جدا استغلت جدا الفرصه بصراحه الفتره اللي فاتت تقول طبعاً كلام مختلف يعني، وجه التشخيص ده امير عشان يقفل كل التكهنات والانفرادات والبوابات والخزانات والسخانات والسقعات على اي حاجه. القصه منتهيه تماما بفضل ربنا، ربنا يديله الصحه وربنا يكمله. عشان نقول ان البعض اللي كان بيتكلم ويقول بالنص كده ان الحاله الصحيه، خلي بالك الكلام ده بيتقال على الكابتن خطيب قبل ما يدخل الدوره الاولى. الحاله الصحيه للكابتن وهيحصل مش عارف ايه بالزبط. والكلام ده يحصل. انا عايز اقول جمله واحده بس، دايما الكابتن بيقول، كابتن محمود الخطيب بيقول كده، يقول انا عليا دين للنادي الاهلي عايز اسدده. انا عليا دين كبير للنادي الاهلي عايز اسدده. وانا بقول جمله كده بسيطه، بقول ان دوره واحده لا تكفي لسداد ديون الكابتن الخطيب للنادي الاهلي. دوره واحده لا تكفي لسداد ديون الكابتن الخطيب للنادي الاهلي. انت بتطالبه انه ينزل دوره كمان؟ انا مش بطالبه، انا جملتي واضحه. هو هيبقى شايف الامور. وعايز اقول لك حاجه عشان بس ما بقاش على قناه الاهلي، انا قلت ده في حته ثانيه، قلت ما فعله الكابتن خطيب سواء كان على المستوى الاجتماعي داخل النادي او على مستوى الفريق او على مستوى الجمهور، بيفتح له الباب ان هو ينزل زي ما هو عايز. لكن انا بقول جمله واحده بس، ان الدين اللي في رقبه الكابتن محمود الخطيب لا تستطيع دوره ان تسدده. يحتاج لاكثر من دوره عشان يسدده. الحاجه الثانيه والاهم، انك انت في منظومه النادي الاهلي عندك حاجه مهمه جدا، عندك مثلث ثلاث اضلاع، اداره واعضاء وجماهير. طبعا المثلث الوحيد ويمكن المنفرد ان التلات اضلاع بتوع تعملهم كده هم كده بمعناهم ان دايما متفقين على راي واحد. تلاقيش الاداره مختلفه مع الجمهور، تلاقيش الجمهور مختلف مع الاداره، تلاقيش الاعضاء مختلفين مع الجمهور، ما تلاقيش الاعضاء مختلفين مع الاداره. هو ده مثلث النادي الاهلي، بيسموه مثلث الرعب. ده شيء مهم جدا، ودايما ابناء النادي الاهلي سواء اعضائه او جماهيره او مسؤوليه بيبقوا في تكاتف مستمر.